الآن إلى نشرة أخبار رياضة وخبر مهم جدا، مصر في كأس العالم يا عدوان. نعم، يعني نبارك للشعب المصري وللجماهير العربية التأهل لكأس العالم بعد انتظار يعني دام تقريبا 3 عقود. بالتوفيق. تفضل. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا. بعد غياب 28 عاما تأهل المنتخب المصري قبل قليل لنهائيات مونديال روسيا الصيف القادم بعد الفوز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد. محمد صلاح لم يخيب أمال ملايين الجماهير المصرية والعربية ولعب دور المنقذ مرتين. الأولى كانت في الدقيقة 63 عندما افتتح نجم ليفربول التسجيل بعد شوط أول انتهى بدون أهداف. إلا أن بوكوموتو تمكن من تعديل النتيجة للكونغو قبل 3 دقائق من نهاية المباراة ليعود محمد صلاح ويلعب دور المنقذ مجددا في الوقت المحتسب بدل الضائع مسجلا هدف الفوز من ركلة جزاء. وتعد هذه المرة الثالثة التي تتأهل فيها مصر لنهائيات كأس العالم بعد نسختي عام 34 ونسخة العام 90 في إيطاليا. والحديث عن وصول منتخب الفراعنة لمونديال روسيا يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف نجم المنتخب المصري السابق الكابتن هادي خشبة. كابتن هادي، بداية ألف مبروك لك ولكل الشعب المصري، كيف تابعت المباراة؟ ألف مبروك للشعب المصري، والحمد لله أنه كان إنجاز تاريخي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفني على وصولهم لكأس العالم. وبشكر حضرتك على المقدمة الجميلة اللي فيها ترحيب بالمنتخب المصري وبالشعب المصري على الوصول لكأس العالم. إنجاز كان بيحلم به المصريين منذ 28 سنة للوصول لكأس العالم. اللاعبين عندهم إرادة وعزيمة على التغلب على الصعوبات سواء خارج ملعبهم أو داخل ملعبهم. الجمهور كان عامل مؤثر جدا في عودة اللاعبين مرة أخرى من التعادل إلى المكسب، والجمهور كان له دور كبير جدا بداية من قبل المباراة ثم أثناء المباراة لغاية ما المباراة حتى انتهت، والجمهور يعني باقي في الملعب بيحيي اللاعبين على أدائهم القتالي والرجولي وليس الأداء الفني. يعني المباراة دي ما كانتش فيها تحليل فني كتير أو فلسفة فنية، لأن طبعا اللعيبة كانت في ضغط نفسي كبير جدا وفي حالة من، وهذا ما كان واضح يعني في اللقاء. كابتن هادي، ما هو كان شعورك يعني عندما تمكنت الكونغو من تسجيل هدف التعادل؟ هل كنت تعتقد أن المنتخب المصري قادرين على العودة في اللقاء؟ هي في طبعا خطأ حدث للمنتخب، يعني كان في فرحة زائدة بعد التعادل ما بين أوغندا وغانا في المباراة السابقة، وكان يعني الجمهور والإعلام وكان في يعني رسالة سلبية للعبة المنتخب إن إحنا خلاص وصلنا لكأس العالم، والرسالة دي دخلت المنتخب للمباراة متأخر جدا، فكان في نوع من التأخير. الرسالة الثانية إن فريق كونغو فريق ضعيف. الرسالة دي كانت خاطئة لأن فريق كونغو فريق منظم، فريق قوي لديه إمكانيات في وسط الملعب، في خط الدفاع، في الهجوم، عنده سرعات، عنده قوة. نعم كابتن هادي، يعني عذرا لضيق الوقت، كلمة أخيرة عن النجم محمد صلاح صاحب هدفي اللقاء. متميز، قدر في وقت صعب جدا إن هو يتقدم لمنتخب مصر ثم في وقت أصعب إن هو يحرز هدف الفوز والتأهل لكأس العالم. مبروك لمحمد صلاح ومبروك لجميع اللاعبين. شكرا جزيلا كابتن هادي خشبة نجم المنتخب المصري السابق، وألف مبروك لك وللشعب المصري.